بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم كلكم عاملين ايه؟ معكم ساره السيد قناه سموا تعليم التفصيل والخياطه. الحلقه بتاعتنا النهارده هتتكلم عن ازاي ترسمي ياقه الجاكيت اللي قدامك دوت. هو مفيش ياقه الحقيقه، هي عباره عن امتداد للجاكيت. يعني هو عمل هنا بدل ما يعمل ياقه ويركب ويتعب نفسه ويقصها ويرجع يركبها ويعمل ساندوتش ويعمل الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها واحنا بنشطب الياقه. هنعمل الياقه ديت ازاي؟ الياقه دي ما فيهاش اي حاجه، ده هي بسيطه وحاجه ظريفه قوي يعني، وما فيهاش اي تعب ولا تركيب ولا بتاع. يعني هي حاجه جميله لو انت عايز تعملي جاكيت كده سريع ويبقى شيك برده جميل ولذيذ. طيب هنحتاج ايه عشان نرسم الياقه ديت؟ هنحتاج بطرون حاجه من الاثنين، يا اما الكورسير بتاعك يا اما بطرون الجاكيت العادي بتاعك برده. ايه الفرق بينهم؟ الكورساج هو الجزء العلوي من الفستان بتاعك، فبيبقى على قد جسمك بالظبط. فلو انت عايزه جاكيت كده يكون شبيه بالبادي ممكن تستخدمي بطرون الكورساج. لو انت عايزه جاكيت يكون واخد شكل الجاكيت او البلوزه الواسعه شويه خدي بطرون الجاكيت العادي، حسب يعني انت ده حسب ذوقك يعني، انما ده هينفع وده هينفع، الاثنين ما فهمش مشكله يعني. طيب هنستخدمه ازاي؟ هنجيب البطرون ونعدل بس على الجزء بتاع الرقبه بتاع الياقه وبتاع الجزء بتاع الرقبه بتاع الامام والخلف لحد ما نوصل للايه للياقه ديت. ازاي؟ هوريكم دلوقتي. ده بطرون الكورساج للخلف وده بطرون الكورساج للامام، هنعدل عليهم الاثنين. هنعدل ازاي؟ هنعدل على المنطقه دي كده هنا ونعدل على المنطقه دي كده هنا بحيث نرفعها شوية. بصوا بالبلدي كده هنعمل كده، بالبلدي كده هنعمل كده. نفس الشيء في الشكل العادي، هنعدل برضو على منطقة الرقبة هنا بس كده، عند الخلف من هنا وعند الأمام من هنا. طيب التعديل ده هيكون ازاي؟ هنحط تحت روابط طريقة رسم البطرون الكورساج بتاعك او الجاكت. قلت لك ايه الفرق بينهم، يعني امتى تختاري الكورساج وامتى تختاري الجاكت. فاضل لك بس دلوقتي حاجة واحدة بس عشان تعملي الياقة ديت، طريقة التعديل على الرقبة من فوق. اول حاجة هنمسك الجزء بتاع الخلف ونشوف هنعدل عليه ازاي. هنعدل عليه بالطريقة اللي انت شايفينها دي، اللي بالاخضر دوت هو البطرون الاساسي بتاع الخلف، واللي فوقيه الزياده اللي بالاحمر ديت هي الزياده اللي احنا عملناها بالايه، هي التعديل اللي عدلناه. ازاي هنعمله؟ زي ما انتم شايفين كده، هنيجي عند النقطه الزرقاء ديت ونطلع بيها 3 سم لفوق، 3 سم 2 سم ونص 4 سم، طول الكولة اللي انت محتاجاه حسب الموديل يعني، خلاص دي حسب اختيارك. وبعد كده بعد ما نطلع بيها 3 سم، هيطلعنا بيها كده 3 سم، بعدين هنطلع برده هنيجي من جنب نقطة التقاء الرقبة من هنا كده، دي نقطة التقاء الرقبة بنسميها نقطة التقاء الرقبة، النقطة ديت هنيجي من جنبها اللي هي النقطة السوداء في الرسم، هنيجي من جنبها وناخد 1 سم بس كده، وناخد جنبها 1 سم كده، ونطلع من ال 1 سم دوت برده لفوق كده 3 سم نفس الحاجة، ونوصل للنقطتين دول ببعض اللي احنا عملناهم 3 سم و 3 سم، اللي هي طلعنا 3 سم و 3 سم من هنا. خلاص نيجي برده هنا عند الكتف بعد نقطه الالتقاء هنا كده ب 3 سم. انا لو عايزه تقسمي الثلثين والثلث ماشي، يعني يبقى ده الثلث وده الثلثين ماشي، عايزه تاخديها 3 سم ماشي اللي يريحك. خلاص 3 سم، وبعدين هنحط نقطه هنا. بقى عندنا كده ثلاث نقط رسمناهم، ديت وديت وديت، هنوصلهم ببعض بس، هو ده الموضوع كله. هنوصل النقطه دي بدي بدوران كده لحد هنا، هنوصل دي بدي بدوران، هنوصل ديت وديت بخط مستقيم، وهنروح نازلين بالنقطه اللي هي ديت قبل ما هننزل منها نص سنتي هنا كده، ونروح موصلينها بديت بدوران برده كده. هو ده التعديل اللي من ورا، شوفوا البساطه، بسيط جدا. التعديل اللي من قدام بسيط برده، هنيجي من عند نقطه الارتقاء ونطلع 3 سنتي، وبعدين ونيجي ونخش بيها كده الواحد سم اللي احنا دخلناه هناك برده، ماشي كده 1 سم لهنا، ونحط النقطه الاولانيه بتاعتنا اللي احنا هنوصلها اللي هي ديت. طيب وفين تاني النقطه الثانيه؟ جنب نقطه الالتقاء مطرح ما بدانا هناك، التلت والتلتين يبقى التلت والتلتين هنا، او 3 سم زي ما عملنا هناك نحط دي هنا 3 سم، جنب دي جنب نقطه الالتقاء، نقطه الالتقاء اهي بتاعتنا نحط دي جنبها 3 سم، ناخد جنبها 3 سم. طيب النقطه الثالثه فين؟ زي ما انت عايزه بقى، عايزه النقطه الثالثه، عايزه المربط ده يعني يبقى شكله كده، يبقى خلي النقطه الثالثه هنا، خليها هنا كده النقطه مطرح ما انت عايزه المربط او الفتحه بتاع السبعه تنتهي،
خلاص عايزاها هنا يبقى حطيها هنا كده، وهتوصلي بدول، هتوصلي بقى الثلاث نقط ببعض كده بدورانات زي ما انت شايفه كده. خلاص بقى الاخضر دوت هو الباترون الاساسي، والخطوط الحمراء ديت هي الباترون بعد تعديله. اه معلش نسيت اقول، لو احنا بنستخدم باترون الكورساج هنضطر نزود بس 2 سم هنا كده يبقوا مرد، لان باترون الكورساج طبعا بيبقى على قد الجسم بالظبط، ما فيهوش مرد لانه مش جاكيت. لكن لو احنا دلوقتي هنا هنحوله لجاكيت وهنعمل له الياقه العاليه ده، هنزود له من هنا كده 2 سم كده بطول الموديل اللي هم المرد. طيب هنوصل بقى ايه الثلاث نقط بتوعنا اهم بقى، دي النقط اللي بعد التعديل، ده كده الخط اللي بعد التعديل. بصوا بسيطة خالص، هتقصيها، فاضل ان احنا هنقص ايه هنقص القماش ونقفلها، نقفل الياقة دي. دي بقى الحلقة الجاية ان شاء الله اقول لكم ازاي تقفلوا المرد المفتوح دوت اللي هو مفيهوش تركيب ياقة، اللي هو مش هنركب فيه ياقة خالص، هيبقى بس مرد، ولو فيه ياقة تبقى ياقة منه فيه. هو ده التعديل اللي احنا هنعمله عشان نوصل للياقة اللي احنا شفنا شكلها. ده الشكل النهائي للباترون بعد التعديل، اهوت الامام والخلف، الخطوط الخارجيه الخضراء ديت، دي النتيجه اللي هتطلع لنا بعد ما نخيط الجاكيت. هو ده الجاكيت اللي احنا دلوقتي عدلنا الياقه بتاع الكورساج او الجاكيت العادي عشان يدينا الشكل ده. شكل تاني له هنا السبعه، هي فرحتها شويه. بصوا بدل هي التعديل هنا اهو، التعديل هنا اهو، بدل ما هي ديت يعني كانت خارجه بره كده عشان بس تدينا السبعه ديت، هي خلتها يعني دخلتها كده لجوه سنه، يعني دخلت بالمرد هنا سنه كده، يعني بدل ما التانيه كانت كده ماشيه على المرد كده، هنا دخلت بيها سنه كده، دخلت بيها سنه عشان تدينا شكل الايه الفتحه الصغيره اللي قدام ديت اللي هي دي كده، اللي هي دي. من غير التعديل الجاكيت شكله ايه؟ شكله كده، شايفين هو ده شكله. شوفوا الموضوع بسيط، قلنا الخياطه بسيطه قوي. شفتوا موضوع بسيط ولذيذ وجميل، فاضل لنا بس ازاي نقفله بقى، يعني ازاي نقفل المرد المفتوح ده. شايفين المرد المفتوح ده، احنا خدنا ازاي نقفل المرد اللي هو بتاع الجلباب، وخدنا ازاي نقفل المرد بتاع التيشيرت البولو. فاضل لنا ان احنا نقفل ازاي المرد المفتوح دوت اللي هو ما فيهوش ياقه ولا اي حاجه، مرد ايه داير ما يدور كده. ده ان شاء الله الحلقه الجايه هناخده، هنشرحه الاول على الرسم وبعدين نعمل عنه فيديو صغير لايف. وكده حلقتنا خلصت، بسيطه ولذيذه، ومتشكره ليكم كلكم، متشكره على حسن متابعتكم ليا، واتمنى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واتمنى تنشروا القناه، اتمنى تتابعوني على انستجرام وعلى فيسبوك وتتابعوا المدونه بتاعتي، لان كل المواضيع النظر اللي احنا اتكلمنا عنها باترون الكورساج وباترون الجاكيت العادي كلها موجوده على المدونه. يا ريت تخشوا يا جماعه وتطبقوا، كل واحده ترسم الكورساج بتاعها. يا ريت نقوم نتحرك كده، يعني نسيب اليوتيوب والفيسبوك شويه ونقوم نتحرك ونعمل حاجه ونتعلم حاجه ونعمل حاجه مفيده لنفسنا ولاولادنا. يا ريت يا جماعه، لو في واحده بتدور على شغل ومش لاقيه، مفيش احلى من الشغل دوت، حاجه تعمليها في بيتك وانت قاعده. اتمنى يا جماعه تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، اتمنى تتابعوني على انستجرام وفيسبوك وتتابعوا المدونه بتاعتي، هكتب لكم رابط المدونه تحت واكتب لكم برده رابط المواضيع. اتمنى الفيديو يكون كويس وخفيف، وكل فيديو وانتم طيبين، واقابلكم الحلقه الجايه ان شاء الله. معاكم ساره السيد، قناه سمو.